المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. احترنا لكم اليوم السيد محمد عثمان صاحب مجموعة المهندس. أستاذ محمد، نورتنا ونورت البرنامج. بداية حابين نرحب فيك طبعا. أهلا وسهلا بك يا غالي. أهلا وسهلا بك خوريس. أهلا وسهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين على شخصك الكريم. أخوك محمد عثمان السيد عبد اللطيف ديب، تمام، من المنصورة، مثل عام الأجدة قالية، تمام. أنا مهندس ميكانيكا وبشتغل بزنس في مجال السفر والسياحة في مصر وفي الإمارات. بالنسبة للشغل عندنا لمجموعة المهندس للسفر والسياحة، عندنا حجز طيران، عندنا تأشيرات سياحية سواء خارج الدولة أو داخل الدولة اللي هو بيسميه تجديد داخل الدولة، عندنا تمديد داخل الدولة، عندنا قسم خاص للتأشيرات العائلية، عندنا باكجات سياحية سواء سفاري أو سواء خارج الدولة، عندنا فنادق، حجز فنادق، عندنا تأمين خاص بالمسافرين داخل الإمارات أو خارج الإمارات، تمام. عندنا تعاقدات مع معظم المعامل المعتمدة أو المستشفيات المعتمدة خاصة بفحص الكورونا أو خاصة بالبي سي آر، تمام. عندنا في مجموعة المهندس المحترف لخدمات رجال الأعمال عندنا تأسيس شركات، تخفيض غرامات، تخفيض أذون دفع، توفير كفيل، رفع بلاغات الهروب، تمام. العمل على تأسيس كل ما يخص الشركات داخل الإمارات وخارجها إن شاء الله بإذن الله. يعني ما شاء الله عنكم خدمات متنوعة بإذن الله، وتقريبا شامل جميع مثلا خدمات السياحة، وأيضا شامل جميع خدمات اللي مثل ما حضرتك تفضلت تبعية خدمات رجال الأعمال. مزبوط. طبعا في ظل المنافسة الموجودة في سوق دولة الإمارات، في إمارة دبي بالتحديد، حابين نتعرف على المميز عندكم عن باقي هذه المنافسة. المميز عندنا أن إحنا بالنسبة للخدمات إحنا عندنا بالفعل خبرة كبيرة جدا في مجال السفر والسياحة سواء في مصر أو في الإمارات. عندنا خبرة كويسة جدا في تخليص المعاملات في أسرع وقت وفي نفس التوقيت بأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة أن احنا بنعمل بلان للعميل أو بنعمل له خطة أن احنا بناخد منك رسوم أو تشارج في مقابل كذا، ممكن نعطيه الخدمة كاملة بالفواتير المعتمدة من الجهات المعتمدة سواء من وزارة الموارد والبشرية والتوطين أو سواء من التنمية الاقتصادية أو سواء من الهيئة للتحديات الهوية والجنسية، وبناخد عليه تشارج بسيط جدا. اللي بيميزنا في النقطه نفسها ان احنا بنكون صادقين مع العميل في المعامله، وان احنا بنحطه على الصوره الواضحه ان احنا بنبين له كل شيء بحيث ان هو يكون على علم بيدفع فلوس في ايه او ايه الرسوم المقابل للخدمه اللي هو بياخدها. مسافر ومحتار تحجز فين باقل سعر واسرع وقت؟ محتاج تعمل تأشيرات سياحية في مكان مضمون، أو بتحتاج تعمل رحلات داخلية أو رحلات خارجية؟ طب عاوز تحجز حج أو عمرة وكل ده بأقل التكاليف وكمان أسرع وقت؟ طب انتوا عاوزين تسافروا ومحتاجين إقامات حرة لمدة سنتين؟ أو حتى محتاجين تخليص معاملات؟ طب انت محتاج تجدد تأشيرتك السياحية وانت مكانك بالتليفون؟ كل ده وأكتر هتلاقوه عندنا في شركة المهندس للسفريات. شركة المهندس للسفريات بتقدم لك كل الحاجات دي وأكتر كمان. لو عندك أي استفسار أو عايز تحجز كلمنا بسرعة على البيج أو على أرقام الشركة. طبعا حابين ناخذ من عندك نصيحه لجميع المستثمرين الجدد اللي حابين يستثمروا، خصوصا من فئه الشباب اللي ما يدخل على مجال الاستثمار بيفكر انه هو مجال يحتاج الى راس مال ضخم وضخم جدا، فكثير من الشباب يعني العزوف عن الاستثمار في الدوله. حابين ايضا ناخذ نصيحه. واحد، الدوله بتشجع جدا جدا في مجال الاستثمار سواء السياحي او في معظم المجالات اللي داخل الدوله، كل شيء موجود يمكن اونلاين، الجهات المختصه او الجهات الحكوميه بتسهل جميع الاجراءات سواء في تخلص المعاملات او في ترشيد ازاي تخلص المعامله، سواء في الرسوم سواء في انجاز المعامله، كل ده ما شاء الله الدوله بتساعد فيه، وفي نفس التوقيت مخصصه له جهات معينه قايمه بيه تعمل على اجراءاته، والمواطنين ما شاء الله متعاونين في تسهيل الاجراءات، في تخلص المعاملات، في ارشادك ازاي تاخد الخطوه ان انت تخلص المعامله او ازاي ان انت تنجزها. بالنسبة لو حد عاوز يستثمر في مجال السياحة أو في مجال خدمات رجال الأعمال داخل الإمارات، الطريق اللي يسلكه إنه يكون عنده خبرة كافية
ويكون سابق ويكون بيعمل شغل بنفسه عشان يكون مطلع عليه ويكون على دراية كاملة بالأمر نفسه, بحيث ان هو يكون ما يقابلش مشاكل, حتى لو المشاكل يقدر ان هو يحلها ويقدر ان هو يلعب ده. اكيد اكيد طبعا. حابين نعرف شو الهدف اللي في اللي حاطته مجموعه المهندس السنين اللي جاي ان شاء الله. والله احنا الهدف بالنسبه لنا ان احنا نكون متميزين جدا في مجال السفر والسياحه او في مجال الاستثمار السياحي في الامارات او داخلها او خارجها. تمام طبعا نطمح ونتمنى لكم طبعا دائما النجاح والتميز, ونطمح ان نشوفكم ان شاء الله بالعالميه. الله وليش لا دولة الإمارات دولة الأمن والأمان, كيف ممكن يساعد الأمن والأمان في دولة الإمارات على استقطاب المستثمرين على حتى استقرار السوق اللي احنا موجودين فيه؟ لا ما شاء الله الدولة يعني بتدعمنا كتير جدا سواء في جميع المجالات اللي احنا شغالين فيها, سواء بالدعم اللي هو بتسهل لنا الإجراءات, سواء بالمعلومات, سواء ان في قنوات خاصة لو حد عاوز يستفسر عن معلومة, لو عاوز ان هو يخلص امر ما, سواء بالتخفيض الرسوم. يعني مثلا عندنا ناس مثلا مخالفين او ناس عندها غرامات ممكن تكون عليها مخالفات 100,000 في الدوله بتخسر لهم, ممكن تكون 1000 درهم 500 درهم 1500 درهم. تمام بالاضافه ان هم الاخوه متعاونين جدا في مجال, لو انت رحت الجهات المعنيه زي الهيئه التحديه الاولى الجنسيه سواء في ابو ظبي او في دبي او الشارجه بيقوموا بالموضوع على اكمل وجه. اكيد طبعا حابين نشكرك في ظهورك معنا اليوم في برنامج رواد الاعمال, وحابين قبل ما ننهي ناخذ كيفيه الوصول والتواصل لمجموعه المهندس. احنا عندنا بالنسبه للتواصل عندنا انستغرام, عندنا فيسبوك صفحه بيج على الفيسبوك, عندنا صفحه على الانستا, بالاضافه احنا عندنا اكثر من 20 خط تليفون كل خط عليه مكالمات واتصال على الواتساب. أكيد بالإضافة طبعاً. إن إحنا عندنا فروع داخل مصر وداخل الإمارات, وفي أبو ظبي في العين, وفي موجودين في دبي وفي مصر برضو إن شاء الله. طبعاً جميع أرقام التواصل وجميع أيضاً المواقع الإلكترونية سوف تظهر أسفل الشاشة. نورتنا ونورت البرنامج بصراحة. شرفنا معرفتك. شرفنا فيك. حلو. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا المميزة مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.